stomach. The wall of the stomach is composed of mucosa, muscularis mucosa, submucosa, and muscle layers. Mucosa composed of mucus secreting cells, this is superficial. وفي gastric beds فيها multiple types of cells زي البرايتال cells secreting HCL and intrinsic factor. في chief cells secretes pepsinogen. في برضو enteroendocrine cells secretes somatostatin and secrete histamine and hormones. بنشوفها تحت الميكروسكوب بلاقي superficial cells mucus secreting cells وفي بعد كده الجاستريك بيتس دي عبارة عن برايتال اند شيف سيلز وانتيرو اند براين سيلز. دي الجزء ده الميكوز هنا الماسكولارس ميكوز. لازم الجزء ده من الميكوزا يبقى انتكت خصوصا السوبرفيشال ده اللي هو mucus secreting cells to protect the wall of the stomach from the acidity or acidic content of the stomach. أول abnormalities في ال stomach هي الجاستريتس يعني inflammation of the stomach وهي زي أي organ فيه acute and chronic inflammation. Acute inflammation of the stomach دايما بتبقى catarrhal inflammation يعني non-suppurative لأنه ال acidity of the stomach prevents suppurative organism to be present in the stomach. الكوزس ممكن اللي بيخلي فيه acute gastritis في spicy food and alcohol, smoking, drugs زي الاسبرين وcytotoxic drugs anti-cancer, stress, splenteric stress, bacteria زي ال H. pylori organism و H. pylori organism بيعمل acute وبيعمل chronic gastritis. لو الأكيوت جاستريتس دي في inflammation في الوول of the stomach لكن ما بيبقاش في ulceration بيبقى الميكوزا intact. ممكن الكوزز دي تستمر لمدة أكتر من شهر فتبقى تتحول من أكيوت لكرونيك جاستريتس فبلاقي الكوزز هي برضو أكترها بتبقى persistent for a long period هي ال H. pylori gastritis, autoimmune gastritis and food with drugs اللي هو استمروا فترة طويلة بيعملوا chronic gastritis. المريض ده بيشتكي من gastric pain او abdominal pain خصوصا بعد ما ياخد drugs او بعد الاكل relieved by antacid. Chronic gastritis, chronic inflammation of the stomach ده بيبقى فيها برضو الميكوزا انتكت لكن بلاقي فيه inflammatory cell infiltration كلها chronic inflammatory cells, lymphocytes, plasma cells في اللامينه بروبريا اللي هي in between الجاستريك glands. وبص هنا بلاقي اهم بلازما سيلز ولينفوسايتس ممكن الاقي زينوفيلز بلاقي الميكوزا انتكت مفيش discontinuation للميكوزا. أحيانا بيبقى في الميكوزا بس هتبقى أكيوت كرونيك سوبرفيشال جاستريتس أحيانا تانية بتبقى برولونجد ديو تو اتش بايلوري أورجانيزم فبيحصل إن في كرونيك انفلاميشن وأتروفي أوف ذا جلاند أوف ذا ستومك فاسمها كرونيك أتروفيك جاستريتس. لما بتفضل الكرونيك انفلاميشن باي اتش بايلوري بالذات بكتيريا بيحصل انه جلاندز دي يحصل لها اتروفي وتتحول من جاستريك جلاند الى انتستاينال تايب جلاند ودي اسمها انتستاينال ميتابوليزا ودي بري كانسرس بعد كده ممكن تدي ادينوكارسينوما اوف ذا ستومك. هنا بلاقي انه كل اللامينا لامينا بروبريا انفلتريتد باي لينفوسايتس احيانا لينفوسايتس بتعمل لينفويد فوليكل زي الليمف نود بالظبط دي كاركترستيك للاتش بايلوري جاسترايتس بلاقي ان الجلانس اللي كانت موجوده هنا اتروفايد وعددها اقل بكتير من النورمال برضه دي نفس المنظر من الكرونيك جاسترايتس ديو تو اتش بايلوري جاسترايتس بلاقي ان الجلانس اتروفايد عددها قليل وبلاقي انه ممكن بعضها بيتحول الى انتستاينال جلانس. برضو اللي عنده كرونيك سوبرفيشال او كرونيك اتروفيك جاستريتس دايما بيشتكي من ابدومينال بين. اهم حاجه في الاستومك نعرفها الكرونيك بيبتيك ألسر.
البيبتيك ألسر، كلمة ألسر يعني discontinuation of the mucosa. بلاقي هنا mucosa of the stomach اللي احنا شفناها layers دي mucosa، ولاقي فيه جزء ما فيهوش mucosa، ولاقي الناحية دي برضه فيها mucosa، بلاقي فيه الجزء اللي ما فيهوش mucosa ده اسمه ألسر. والألسر دي ليها edges، ليها margins، ليها floor، ليها base of the ulcer. المارجنز اللي هي اطراف اللي بين النورمال والالسر في اريا، دي اسمها المارجنز اوف ألسر. البيز الجزء اللي احنا بنحسه، لكن اللي احنا بنشوفه لما نبص على الألسر كده، دي اسمها الفلور. فالتعريف بتاع الألسر يبقى هي discontinuation of the gastric mucosa. علشان الجزء ده الميكوزا دي كانت عاملة protection للstructures of the wall of the stomach، لما بيبقى فيه discontinuation هنا تشالت البروتكشن، فبلاقي الجزء اللي فيه أثر ده فيه inflammatory infiltration. السايتس اللي هي more common في البيبتيك ألسر هي ال first part of the duodenum اللي هي gastro duodenal junction، الستومك فيها lesser curvature، الجنكشن بين الاسوفيجس اند ستومك، ميكل تيرفيكولم لو كان موجود. بلاقي اهو هنا برضو تحت الميكروسكوب برضو بلاقي، شايفين بلاقي فيه ادي ميكوزا، وبلاقي فيه جزء هنا ما فيهوش خالص بروتكشن، ما فيهوش ميكوزا، بلاقي فيه بليدنج، وبلاقي فيه انفلاماتوري سيل انفلتريشن. ولما ببص عليها بالمنظار بلاقي ان دي النورمال ميكوزا اوف ذا ستومك، بتيجي النورمال ميكوزا هنا بتيجي عند المكان فيه اسف يحصل ديسكونتينويشن للروجي اوف ذا ميكوزا اوف ذا ستومك، بلاقي فيه هنا discontinuation للميكوزا، ولاقي فيه هنا ممكن الاقي blood clots، ممكن الاقي necrotic tissues inflammatory cells، ولاقي الادي المارجنز اوف ذا اثر او الادجز اوف ذا اثر، بلاقيها ان هي punched out edges. طيب مين بيحصل لهم بيبتيك ألسر لو انه فيه هيريدي فاميليال فاكتور؟ طبعا الناس بتاخد long period of drugs، سموكرز، الناس الاكوبيشن بتاعتهم هي ستريس، فدايما بيبقى فيه هايبر اسيديتي، وفي ويكنس في الوول اوف ذا ميكوزا اوف ذا ستومك، فده بمعرضين اكتر انهم يحصل لهم كرونيك. في نوعين من البيبتيك اثر، في نوع موجود في الستومك في الليسر كيرفيتشر of the stomach، وده البيشنت دايما بيبقى مانوال وركر، بيبقى thin man، عنده كرونيك ديزيزز زي اثيروسكلروزس، عنده ديفيتاليزيشن اوف ذا ميكوزا اوف ذا ستومك، عنده اسكيميك هارت ديزيز، عنده ديودينو جاستريك ريفلكس، يعني الكونتنت بتاع الكونتنت اوف ذا ديودينم اللي هي فيها بايل بترجع للاستومك تاني، بتعمل لها اريتيشن نتيجه انه السفنكتر الجاستريك ديودينا سفنكتر انكومبتنت. ده بيخلي فيه اريتيشن للميكوزا بتاعه الاستومك، ومعاها الاسيد سكريشن بيبقى نورمال. المريض ده لما بياكل الفود بيزود السكريشن، بيزود البين، وبيعمل تروما، الفود بيعمل تروما للميكوزا اللي هي اسكيميك وديفيتالايزد، فبيزود البين. فدايما بعد ما بياكل بيحاول ان هو يخلص من الاكل ده، ممكن يعمل فومتنج عشان يخلص من الاكل ده، فبلاقيه عشان كده العيان ده بيبقى دايما ثن وويك. لكن الديودينال ألسر، ديودينال بيبتيك ألسر دي the first part of the duodenum، ده العيان بيجي منتال، عنده منتال working، يعني بيشتغل حاجة منتال زي مثلا سكرتاريا، بيشتغل رجل أعمال، بيشتغل كده healthy، بيشتكي برضو من gastric pain، لكن البين ده بيروح by eating لما ياكل، عنده hereditary predisposition، عنده فيه family history. هنا المفروض الجزء بتاع الديودينم المفروض ان هو الاسيديتي ما بقاش فيه هايبر اسيديتي، لانه الديودينم مش زي الاستومك، الاستومك المفروض فيها اسيديك ميديا، لكن الديودينم المفروض ما فيهوش اسيديك ميديا، لكن هنا نتيجه انه في increase acidity في الديودينم ده
abnormal نتيجة مثلا increase parietal cells number of parietal cells في حالة الجاستريونوما بلاقي انه في abnormal increase في الأسيد media of the duodenum ده بيخلي الميكوزة of the duodenum يحصل لها digestion ويحصل لها ulceration. ده المريض ده لما بياكل الاكل بيخفف الاسيديتي فبيحصل له ريليف للبين، عشان كده هو كل ما يحس بالبين بياكل، عشان كده هو دايما بيبقى اوبيز او بيبقى هيلثي. غير ده، غير المريض ده اللي هو عنده ديفيتاليزيشن للميكوزا اوف ذا ستومك، الاسيديتي بتاعته نورمال لكن الميكوزا فراجايل، وممكن يحصل لها انجري بالفود، عشان كده الفود هنا بيزود البين، والعيان ده ما بيحبش ياكل ابدا انه الاكل بيزود البين. بلاقي هنا السايت مختلف، هنا اللي سيركفيشن هنا في الفيرست بارت اوف ذا ديوديتم، بلاقي هنا الاثنين الحاجات المشتركه هما الاثنين، هنا ممكن الاقي فيه اتش بايلوري انفكشن في الجاستريك وفي الديوتينال الاثر. الشيب اوف ذا ألسر ما راوند، ممكن يبقى اوفال، عادة بيبقى سمول، ممكن يبقى لارج، ايدجز سلوبي ايدجز، الفلور كلين فلور، ليه؟ لان كل الكونتنت بتاعت الفلور زي النيكروتيك تيشوز او فود او بلاد بيحصل لها ديجيشن بالاسيديتي اللي هنا وهنا. بعد كده في انفلاماتوري سيل انفلتريشن، طبعا الميكوزا فيها انفلاماتوري سيل انفلتريشن، بلاقي في جرانيوشن تيشو ترايل اوف هيلينج، بلاقي في جرانيوشن تيشو وفايبروزس. احيانا الفايبروزس ده بيعمل ديسفيجرمنت اللي ابنورمال شيب اوف ذا ستومك. الكومبليكيشن بتاعت الاثنين هي ان يحصل هيموريج من الالسر دي، يحصل بيرفوريشن ويحصل انترنال هيموريج، وممكن يحصل انترايتس، وممكن يحصل بيريتونايتس، ويحصل هيلينج باي فايبروزس، ويحصل ستريكشر في الديودينم او ستريكشر في الستومك. الجاستريك ألسر is a precancerous لكن الديودينم لا، يعني حالات كتيره من الجاستريك كانسر بيبقى جنبها، بتبقى قبلها جاستريك ألسر او جنبها جاستريك ألسر، لكن الديودينال ألسر ما تتحولش لماليجننت. ده جدول فيه الكرونز ديزيز والالسيتيف كولايتس. ده طبعا الكرونز زي ما قلنا كرونيك انفلاميشن افكتنج جي اي تي كلها. الالسيتيف كولايتس ده كرونيك انفلاماتوري ديزيز بس افكت الكولون بس، من اول الريكتم لغايه كل الكولون. الباثوجينيسيس لسه الكوز مش معروف قوي، لكن بيقولوا ان هو ليه فاميليال تندنسي، ممكن يبقى اليرجيك، ممكن اوتوميون ديزيز، سايكوموتور، يعني الناس اللي عندها اندر ستريس بيحصل لهم ألسيتيف كوليتس اكتر او كرونز. بلاقي فيها ايه تحت الميكروسكوب؟ الكرونز ديزيز بالذات بلاقي فيه انفلاماتوري رياكشن واخده كل الفول سيكنس اوف ذا كول اوف ذا انتستين، يعني من اول الميكوزا والسب ميكوزا والماسل لير والبريتونيوم، كل اللايرز افكتد في سيجمنت، وبعد كده السيجمنت اللي جنبها كومبليتلي فري، دي اسمها ايه؟ اسمها سكيب اريا او سكيب فري اريا ان بتوين الافكتد ريجونز. بلاقي طبعا الكريبت ابسس هنا، وبلاقي برضو في الالسيتيف كولايتس، بلاقي انه الانفلاميشن معاها دنس كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريشن، وكمان معاها جرانيولوما فورميشن، وعشان الانفلاميشن واخده فول سيكنس اوف ذا انتستين ممكن يعمل بيرفوريشن وفيشر ألسر. لكن الالسيتيف كولايتس عباره عن ألسريشن في الميكوزا اوف ذا كولون بس، ليها فيسز، ليها اكتف فيس، دي في ألسريشن وفي انفلاماتوري سيل انفلتريشن، الألسريشن في الميكوزا بس مش واخده كل اللايرز زي الكرونز، دي في الميكوزا بس. بلاقي في انفلاماتوري سيلز، في كونجيشن، في اديما، في ألسريشن، برضو بلاقي في كريبت ابسس، لكن ده الاكتف فيس. في الكرونيك فيس بيحصل هيلينج، لكن بلاقي انه بعد ما يحصل هيلينج بلاقي انه الميكوزا على الناحيه الاطراف على نواحي الجزء او حوالين الجزء اللي فيه اثر حصل لها هايبر بلاستيك سودو بولبوزس، ان هي بيحصل لها هايبربليزيا عشان تعوض الجزء اللي حصل فيه الساريشن، فبيبقى عامله هايبر بلاستيك بوليب، وده الجزء ده هو اللي ممكن يتحول الى الهايبر بلاستيك، ده يتحول الى مالجننت.
هيلينج في الناحيتين بيبقى هيلينج باي فايبروزس. فلما بيحصل فايبروزس في الكولون هنا بيحصل استينوزس في جزء من الكولون وبيعمل كولونيك انتستينال اوبستراكشن. لما بيحصل هنا فايبروزس برضو بيعمل كولونيك انتستينال اوبستراكشن. الكومبليكيشنز هنا في الكرونز عشان الانفلاميشن واخده فول سيكنس اوف ذا انتستين بلاقي ان ممكن يحصل بيرفوريشن وممكن يحصل فيستولا، يعني الجزء اللي فيه انفلاميشن من الكولون او من سمول انتستين تفتح على البريتونيا او تفتح على اذر اورجن جنبها. البرفوريشن ممكن يعمل سيبتيك بريتونايتس. الهيلينج باي فايبروزس ممكن يعمل انتستينال اوبستراكشن وستينوزس. لما يحصل فيه في كذا سيجمنتس كده ممكن الاقي في مال ابزوربشن سيندروم. كرونيك انفلاماتوري باول ديزيز هما الاثنين بيعملوا امايلويدوزس. لكن الالسراتيف كولايتس اكتر حاجه ان هو في الاكتيف فيز ده لما بيحصل الالسريشن بيحصل ميلينا بليدنج بالريكتم. البرفوريشن هنا اقل لان الانفلاميشن في الميكوزا بس ما بتخشش في الفول سيكنس اوف ذا كولون. لكن ممكن يحصل كمان اهم حاجه ان يحصل ادينوكارسينوما اوف ذا كولون. نتكلم عن gastric cancer او adenocarcinoma of the stomach. It is a malignant tumor of epithelial tumor of the stomach. Precancerous lesions في cancer stomach هي chronic gastritis والchronic peptic ulcer اللي هي gastric ulcer وadenoma of the stomach. ال GIT كلها ال stomach and colon intestine. الadenoma is a premalignant يعني benign tumor بتتحول الى malignant tumor في الstomach. Type grossly of the gastric cancer ممكن تبقى polyboid تبقى mass projecting into the lumen of the stomach fungating mass. ممكن تبقى ulcerative malignant ulcer. malignant ulcer بتبقى large بتبقى على ال greater curvature وبتبقى ليها raised everted edges لأن فيها excessive proliferation و excessive mitosis و increase the number of the proliferating cells على ال edges. فبلاقي فيها raised and everted edges. بلاقي فيها ال floor بتاعها ده فيها necrotic base فيها necrotic tissues وفيها blood. وال floor بتاعها لما باجي ألمسها أو أحسها بلاقيها إن هي deep infiltrating the wall of the stomach. فبلاقيها إن هي الفلور البيز بتاعتها انديوريتد يعني انفلتريتنج ذا اندرلاينج وول اوف ذا ستومك. ممكن تبقى انفلتراتيف تايب يعني المالجنانت سيلز عامله انفلتريشن للوول اوف ذا ستومك فمخليه الاستومك نارو وليها ثيك وول بتبقى عامله ليها اسم اسمها ليتر بوتل ابييرنس. المنظر ده لما بشوف التشوفه تحت الميكروسكوب بلاقي ان هو انفلتراتيف مالجننت سيلز سنجل سيلز سيجنت رينج ابييرنس عامله انفلتريشن ديب انفلتريشن انتو ذا ماسل اوف ذا ستومك. لكن النوع ده اللي هو الليتر بوتل ده ديفيوز ادينوكارسينوما. في النوع الثاني اللي هما الاثنين دولت اللي هو لوكالايزد ادينوكارسينوما بلاقي فيه نيوبلاستيك سيلز عاملين جلانز. الجلانز دي variable in size and shape وكل الكريتيريا اوف مالجنسي موجوده في السيلز وعامله انفلتريشن للوول ماسل وول اوف ذا ستومك. سبريد سبريد في لوكال سبريد للمالجنت سيلز الاستومك نفسها فبتبقى واخده مكان واحد بتبقى منتشره في الاستومك. ممكن كمان في البروتونيوم اللي بره الاستومك ممكن تبقى في النيبرنج ستراكشرز ده اسمها لوكال سبريد. lymphatic spread to the regional lymph node اللي هي mesenteric lymph node. blood spread الاستومك بتدي كانسر الاستومك بيدي blood spread طبعا للليفر لكن ممكن يدي لللانج والبون. في characteristic للأورجانز اللي هي covered by peritoneum انه يحصل transcelomic يعني through the peritoneum to the peritoneal covering organs زي الأوفريز. فكانسر ستومك بيدي ترانسيسلوميك سبريد تو ذا اوفريز فبيدي ميتاستاسيس للاوفريز الاثنين اسمها كوكا.
هنتكلم على inflammatory bowel disease أو inflammatory diseases of the GIT أو intestine, ال small and the large intestine. إحنا النهاردة هنتكلم على ال large intestine. في نوعين من inflammatory bowel disease في ال intestine مهمين, هما ال Crohn's disease أو regional ileitis وال ulcerative colitis. الاثنين موجودين في الكولون, بس الالسراتيف كولايتس موجوده في الكولون بس من اول الريكتم لغايه كل الكولون ممكن يبقى ايفولفد باي ذا ديزيز, لكن الكرونز ديزيز ممكن ياخد من اول التنج لغايه الاليوم ده, وكمان بعد كده كل اللارج انتستين. يعني ايه الكرونز ديزيز؟ ممكن ياخد كل الانتستين من اول التنج والسمول انتستين واللارج انتستين. بس الكاركترستيك للالسراتيف كوليتس انه بياخد الكولون, بيأفكت الكولون كله, ما بيسيبش اماكن نوت افكتد, بيبقى كل المكان من اول الريكتم والانال كانال اسندنج لغايه لما يوصل لكل ايفولفد. معظم الكولون بيبقى فيه انفلاماتوري سيلز وفيه السريشن واخد الميكوزا. بس هنا الكرونز ديزيز لا, بياخد مثلا سيجمنت وبعدين بيبقى فيه سكيب اريا حته فري ما فيهاش اي حاجه, وياخد سيجمنت تاني فيها انفلاميشن في حته فري, وبعدين نلاقي فيه سيجمنت تاني, دي اسمها سيجمنتال او ريجونال الياتس. اكتر مكان فيه هو الاليوم, لكن ممكن يبقى موجود في الكولون وممكن يبقى موجود في السمول انتستين. تحت الميكروسكوب الالسراتيف كولايتس بلاقي فيه ألسريشن, زي الالسراتيف كولايتس الاسم نفسه جاي من ان فيه ألسريشن ديسكنتينويشن للميكوزا, في دنس انفلاماتوري سيل انفلتريشن الميكوزا بس هي اللي تبقى افكتد, بلاقي ان الميكوزا مليانه انفلاماتوري سيل, بلاقي ان في اتيبيا في الجلانس من الانفلاميشن, ليها فيسز اكتيف وكرونيك فيس. الاكتف بلاقي فيه ألسريشن وفيه بليدنج وفيه اتيبيا وفيه انفلاماتوري سيل انفلتريشن وفيه انتكت ماسكولاس ميكوزا. لكن هنا في الكرونز ديزيز انفلاميشن بتاخد من اول الميكوزا لغايه المسل لاير اوف ذا ريجون, سواء كان سمول انتستين لارج انتستين, بتاخد كل وول ثيكنس الفول ثيكنس اوف ذا وول اوف ذا انتستين. بلاقي فيه جرانيولوما فورميشن, بلاقي فيها انفلاماتوري سيل انفلتريشن واصله لغايه المسلز ولغايه البريتونيوم, وبلاقي فيه جنبها سيجمنت ما فيهاش اي حاجه اسمها سكيب اريا. الاثنين انفلاماتوري سيل انفلتريشن بتبقى موجوده في الجلانس جوه الكريبت اوف ذا جلانس, فبلاقي اسمها كريبت ابسس, ودي موجوده هنا وموجوده في الكرونز والاثر. ده جدول بين الكرونز والالسراتيف كوليتس, بلاقي انه بالديفينيشن باي ديفينيشن كرونيك انفلاميشن افكتنج اني بورت اوف ذا جي اي تي من اول التنج والاورال كافيتي لغايه الانال كانال, دي الكرونز ديزيز. لكن من الاسم بتاعها كوليتس ومن الاسم بتاعها ألسراتيف كوليتس, يبقى هي عباره عن انفلاماتوري سيلز افكتنج ذا كولون لارج انتستين, وفي ألسريشن بيبدا من الريكتم والانال كانال اكستند بروكسيميتلي لغايه لما يوصل ممكن ينفولف ذا وول كولون, بس ما بيجيش في الانتستين سمول انتستين خالص. الباثوجينيسيس اللي بشوفه تحت باثوجينيس ممكن يكون انه في فاميليال تندنسي, ممكن اوتوميون ديزيزز خصوصا الالسراتيف كوليتس, ممكن يكون اوتوميون ديزيزز, احيانا سايكو سوماتيك ديس اوردرز, ستريس. الالسراتيف كوليتس دايما كومن في الناس اللي عندها ستريس في حياتها. بلاقي تحت الميكروسكوب زي ما قلنا في اكتف فيس وده كرونيك ديزيز, وفي اكتف فيس بلاقي ان الميكوزا فيها ألسريشن وفيها إديمة وفيها انفلاماتوري سيل انفلتريشن, وممكن الاقي في الجلانز فيها اتيبيا وفي الاقي كريبت ابسس. لكن بعد كده في حاجه اسمها كويسنت ستيج او كرونيك فيس, بلاقي ان الميكوز حصل لها هيلينج, وان بتوين الالسرز بقى فيه هايبربليزيا اوف ذا ميكوزا اسمها سودو بوليبوزيس او سودو بوليبويد ريجنريشن. هايبربلاستيك ميكوزا دي بريكانسرس, دي ممكن تتحول الى ادينوكارسينوما اوف ذا كولون.
بلاقي كمان كاركترستيك للالسراتيف كوليتس اني بلاقي فيه ديسبليزيا الجلانز من كتر انفلاميشن اند اكتيف انفلاميشن وكرونيك واكتيف وكرونيك انفلاميشن. بلاقي ان الجلانز حصل لها ديسبليزيا مع الهايبوبلاستيك سودو بوليفويد ميكوزا. بلاقي ان ده الليجنز ديت بتتحول بعد فتره طويله الى ادينوكارسينوما السراتيف تايب. الكرونز بلاقي فيه ان الانفلاميشن واخده الفول سيكنس دي كاركترستيك فول سيكنس اوف ذا وول اوف ذا اند اوف ذا انتستين. بلاقي فيه جرانيولوما فورميشن بلاقي فيه طبعا كريبت ابسس. بلاقي فيه الانفلاميشن دي ممكن تعمل فيشر ألسر وممكن تعمل بيرفوريشن. بلاقي ان بتوين الاريا اللي فيها انفلاميشن ديت بلاقي فيه افيت فري ارياز اسمها سكيب ارياز. الهيلينج بيحصل في الاثنين باي فايبروزس. وطبعا اي فيسكس لما بيحصل فيه فايبروزس بيحصل له ناروينج ده في الانتستين بتعمل انتستاينال اوبستراكشن وكرونيك كونستيبيشن. الكومبليكيشنز الاثنين تقريبا قريبين من بعض. هنا ممكن طبعا عشان في فيشر اصلا ممكن يحصل بيرفوريشن فيستولا فتحه بين اللوب اوف انتستين هنا او اي لوب جنبها او اي اورجان جنبها. ممكن يحصل ما دام فيه بيرفوريشن هنا برضو ممكن يحصل بيرفوريشن بس هنا اكتر في الكرونز ديزيز اكتر بيرفوريشن. ممكن يحصل سيبتيك بريتونايتس. ممكن يحصل فايبروزس هيلينج باي فايبروزس في الاثنين ويحصل انتستينال اوبستراكشن مال ابسوربشن. لكن برضو كرونيك انفلاماتوري بروسيسز في الاثنين فور لونج بيريود كومبليكيتد باي سكندري امايلويدوزس. لكن بالذات الالسراتيف كوليتس عشان الاتيبيا والهايبوبلاستيك تو بوليفويدس بلاقي فيه ممكن يحصل الجزء اللي فيه سودو بوليفويد ده بيحصل له ادينوكارسينوما. الانتستين سمول انتستين تيومرز اوف ذا سمول انتستين زيها واللارج انتستين زيها زي الاستومك هي ادينوكارسينوما اكتر ان هي ادينوكارسينوما اوف ذا انتستين. احنا هنتكلم النهارده عن تيومر اوف ذا لارج انتستين ده كانسر of the large intestine أكترها كانسر كولون. دي more common in males من 50 لـ 70 سنة لكن ممكن يحصل في ايج أصغر شوية لو كان العيان عنده predisposing factors زي الأدينوما adenomatous bulbosis coli. دي familial multiple familial bulbosis أو adenomatous bulbosis coli. بلاقي إن الكولون بتاعه كله مليان أدينومات والأدينومات هنا بتتحول إلى كانسر بس في young age. كمان ممكن ده الادينوما تحت الميكروسكوب بلاقي طبعا الادينوما هنا مختلفه عن النورمال لكن هي مش مالجنة دي بيناين تيومر بس كتير جدا بلاقي في مئات الادينوما في الناس اللي عندها فاميليال ادينوما بوليفوزس كولاي. دول ده بريسبوزنج فاكتور. الاساتيف كولايتس زي ما قلنا الاساتيف كولايتس هنا الجلانس دي هيحصل لها انتستاين ممكن يحصل لها ديسبليزيا وممكن تتحول الى ادينوكارسينوما. دايت دايما الناس اللي بتاكل دايت ما فيهوش فيجيتابلز ما فيهوش فايبرز بيبقى الدايت وفي فات كتير وفي مواد كتيره بتفضل ان كونتاكت وذ كولون فور ا لونج بيريود. ممكن بيقولوا ان ممكن تبقى فيها حاجات كارسينوجينيك قاعده موجوده في الاستول فتره طويله نتيجه الكونستبيشن والفور بريستاسيس. فدي بيقولوا ان هي احيانا الدايت اللي هي وريتش ان فات وما فيهوش فيجيتابلز بيدي دايما كونستبيشن كتير وبيدي ممكن يحول المكان الى كانسر كولون. السايدز طبعا اللارج انتستين كلها الكولون كله ممكن يحصل فيه كانسر كولون لكن دايما لقوا انه اكتر من 75% من كانسر كولون بيحصل في الريكتم والسيجمويد كولون. وده زي ما قلنا لانه هنا المكان ده بيفضل فيه ريتيند البرودكت اوف دايجيشن اللي هو الستول بيفضل فتره طويله في المكان ده. 25% من الحالات بتحصل في السيكم وبقيه الكولون اللي هو اسندنج اند ديسندنج كولون. ده المنظر انه ده دي حاله كانت السراتيف كولايتس زي كده بعد فتره المكان اللي فيه السر ده اللي كان هنا السر اتحول الى مالجنت فبقينا ان الجزء ده نورمال وده نورمال ميكوزا لكن دي الجلانس اللي كانت نورمال اتحولت الى مالجنت وعملت انفلتريشن للوول اوف ذا
intestine اللي هو الاوف ذا كولون، عشان كده قلنا انه الالسراتيف كولايتس ممكن تبقى بري مالينجنت. تايبس جروسلي بلاقي انه الكانسر كولون او ادرينال كارسينوما اوف ذا كولون ممكن تيجي ببوليبويد ماس، بوليب ماس او فانجيتنج ماس داخله جوه اليومن، بروجكتنج انتو ذا اليومن اوف ذا كولون وعامله ناروينج اليومن اوف ذا كولون. احيانا الماس دي ممكن تبقى كمان فيها السر فبتبقى بوليبويد ماس وفيها كمان السريشن وانفلاميشن، دي بتبقى في السيكم اكتر. ممكن تبقى ألسراتيف مالجنانت ألسر زي ما شفنا، وغالبا دي بتبقى حالات الكولون أو الريكتم اللي فيها ألسراتيف كولايتس قبل كده. بلاقي فيه لارج مالجنانت ألسر فيها ريزد إيفرتد إيدجز وفيها نيكروتيك فلور وليها انديوريتد بيز. وتالت نوع اللي هو انفلتراتيف طيب اللي هو المالجنانت سيلز عامله انفلتريشن أو مالجنانت جلاند عامله انفلتريشن للوول، فعامله ناروينج للوول أوف ذا كولون وسكنينج للوول نفسه، فدي بتيجي بانتستاينال اوبستراكشن ودي اكتر في الليفت سايد اوف ذا كولون. مايكروسكوبيكالي بلاقي ان هي ادينو كارسينوما اوف ديفرنت جريدز يعني ديفرنشيشن، ادي ده نورمال ميكوزا وادي دي مالجنانت تيومر وده المالجنانت جلاند. الجلاندز النيبلاستيك جلاندز ممكن تبقى ويل ديفرنشيتد وعامله قريبه من النورمال شويه، ممكن تبقى بولي ديفرنشيتد وعامله ممكن تبقى سوليد او ماس مش عامله جلاندز. according to degree of differentiation بنقسمها well differentiated, moderately differentiated and poorly differentiated adenocarcinoma of the colon. هنا دي well differentiated يعني gland دي normal gland ودي neoplastic gland، بلاقي فيه طبعا ان هي increased nucleus cytoplasmic ratio gland اكتر مش عامله ميوسين خالص، دي كلها نيوكليي كبيره وستراتيفيكيشن وعامله انفيجن اهم حاجه، والشور ساين انه النورمال جلاند ما بتعديش الماسكولارس ميكوزا لكن المالجنانت بتبقى عامله انفلتريشن للمسلز اوف ذا كولون. دي بولي ديفرنشيتد ادينوكارسينوما مش عامله جلاند غير قليل قوي لكن كلها عامله سوليد شيت. طبعا البولي ديفرنشيتد دي بتبقى بتعمل سبريد اسرع وبتبقى البروجنوز بتاعها وحش. السبريد اوف ذا كولون كانسر ممكن يبقى دايركت سبريد لما يبقى فيه تيومر في الكولون. هنا الستراكشرز اللي حوالين الكولون اللي هي ايه، لو كانت في ميل تبقى اليوترس والسيرفكس والفاجينا واليوني بلادر، فلو في تيومر هنا في الريكتم والانال كانال ممكن يعمل انفلتريشن للوول اوف ذا كولون وريكتم وممكن يعمل انفلتريشن ويوصل للنيبرنج ستراكشرز. فلو وصل للفاجينا هنا هيعمل ريكتو فاجينال فيستولا، بلاقي في ستول من الفاجينا هنا. ممكن كمان يعمل ريكتو فازيكال فيستولا يعني فيستولا بين الريكتم وبين اليوني بلادر، بلاقي ان في ستول مع اليورين، دي انفلتريشن للنيبرنج ستراكشرز. كمان ممكن يعمل انفلتريشن للليمف نودز في الريجونال ليمف نودز. بلاد سبريد بيوصل للكولون دايما بيوصل للليفر لكن ممكن يعمل سبريد للبون وممكن يعمل سبريد لللنج. في برضو طبعا بيحصل ترانسيسيلوميك سبريد للأورجانز اللي هي كفرد باي بريتونيوم وبرضو ممكن يوصل للأوفرز ويديني كروكنبرج تيومر. لو عمل امبلانت او تيومر ميتاستاسيس في البريتونيوم على البريتونيوم دي اسمها بريتونيال امبلانت او يعني انفيجن. انفيجن ده ممكن يعمل ايه مالجنت اسايتس يعني فلويد فيها هيموراجيك اسايتس، وده بنقدر نشخص منها على طول انه ده في تيومر في المكان اللي هو كفرد باي بريتونيوم. احنا بنعرف البروجنوزس اوف ذا بيشنت
من ال تي ان ام كلاسيفيكيشن او الستيجنج. يعني ايه؟ يعني تيومر لو هو في مكانه بس مش عامل ماس، دي اسمها ستيج زيرو، ان انا مش شايفاه، ده صغير جدا مش باين. لكن لو هو تيومر في مكانه اهو باين ان هو لوكالايزد وسمول ان سايز، مش عامل اي سبريد لاي حاجه، لا ليمف نود ولا بلاد ولا حتى الوول، يا دوبك ماس ويل لوكالايزد ماس وسمول، دي ده ستيج 1. لكن لو كانت تيومر اكبر شويه وعامل ليمف نود ميتاستاسيس، ده ستيج 2. لو تيومر اكبر شويه وعامل ليمف نود وممكن كمان بلاد ميتاستاسيس، ممكن واخد كل الوول اوف ذا كولون، ده ستيج 3. ستيج 4 ده بيعمل ميتاستاسيس في الاذر اورجانز، بلاد ميتاستاسيس وليمف نود ميتاستاسيس، وممكن كمان يعمل ميتاستاسيس للنيبر structures، ده stage 4. كل ما يبقى فيه advanced stage، يعني من غير ما يبقى باين خالص تيومر، يبقى stage 0 لغاية لما يبقى تيومر كبير جدا وعامل blood و lymphatic و transilomic و local metastasis، كل ما بيكتر العدد بتاع الستيج، ستيج 1 يبقى ستيج 2 يبقى ستيج 3 ستيج 4، هنا البروجنوزس بيقل، وبيبقى اخر ستيج ده بيبقى البروجنوزس فيري بور. العيان بيبقى ادفانسد ستيج، بيحتاج سيرجري وكيموثيرابي وراديوثيرابي عشان يقدر يكمل 5 year survival. دي المنظر بتاع الكروكنبرج تيومر. ممكن العيان يبقى عنده تيومر في الكولون، كانسر كولون، وكمان تبقى في مينز، وكمان عندها بايلاترال اوفريان ميتاستاسيس. ثانك يو.